تفضل. شيخنا بارك الله فيك، تورد ان سوره الملك هي المنجيه من عذاب القبر باذن الله. فهل يعني كيف يكون ذلك؟ قراءتها كل ليله ام كل حين واخر؟ لا، هو اللي ورد من حفظها ان سوره الملك انجت حافظها من فتنة القبر ومن عذاب القبر، فالأمر مربوط بأن يحفظها. اثنين، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل أن ينام كان يقرأ سورة الملك، ورد. ومن اللطائف أن والدتي رحمها الله عندما سمعت بهذا الحديث وهو أن من حفظ سورة الملك فهي المنجية من عذاب القبر، وكانت قد تجاوزت 60 وقاربت على 70، فقالت أريد أن أحفظها، فبدأت في كل يوم تحفظ آية، وربما في يومين تحفظ الآية ثم تراجع ثم تحفظ، وبقيت على ذلك أشهر حتى حفظت سورة الملك. فكانت تفرح أنها حفظتها. فيا إخواني في الله، ساعدوا آباءكم من الأب والأم بأن يحفظوا سورة الملك مثلا، وأعينوهم بأشياء تنفعهم في قبورهم، ولا تشغلوهم بكم. يا أبا بدك جو، أعطينا درس، فلا تقل لأبيك زوجني ودرسني وسكنني، فتدخل عليه أشياء وأنت تريد أن تذهب لتنام ولا تريد أن تتكسب ولا تتعب. فهذا سبق أن نبهنا عليه، والله الهادي والموفق.